السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم أعزائي الطلبة. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن الـ Fundamental Homomorphism Theorem، أو إلها تسمية أخرى اللي هي الـ First Isomorphism Theorem. نص هذه المبرهنة: إذا كانت الـ F هي Homomorphism من الزمرة G star إلى الزمرة G prime والدوت، then الـ G على الكيرنل راح تكون isomorphic مع الـ G prime. حتى أثبت الـ isomorphic بين أي زمرتين، لازم في البداية أفرض عندي دالة من الزمرة الأولى إلى الثانية. هنا فرضت عندي G من الزمرة الأولى اللي هي الـ G على الكيرنال F إلى الزمرة الثانية اللي هي G prime. هذه دالة أنا عرفتها بالشكل G لأي star kernel F تساوي لي F للأي، أي أنه لكل أي ستار كيرنال F في المجال الجي للأي كيرنال F تساوي لـ F للأي. هنا الجي عرفناها بهذا الشكل. إحنا تعودنا أنه من نعرف دالة لازم نثبت هي will defined. والwill defined عملية سهلة، ناخذ عنصرين بمجال الدالة مالتنا اللي هي الجي على الكيرنال F. هنا أخذنا أي ستار كيرنال F وبي ستار كيرنال F تنتمي للمنطلق جي اللي هي جي على كيرنال F. اجي اساويهم اي ستار كيرنال اف تساوي لي بي ستار كيرنال اف، واحاول اثبت صورهم متساويه بالنسبه للداله جي. اذا انا هنا عندي اي ستار كيرنال اف تساوي لي بي ستار كيرنال اف، واحاول اثبت الصور لهم بالنسبه للجي متساويه. هنا راح اخذ المعادله مالتي، اذا كان عندي اي ستار اتش تساوي لي بي ستار اتش، اذا فقط اذا اي ستار بي انفيرس تنتمي للاتش، وحاول اثبت الجي لهم متساويه. لاحظ بعد ما ساويت الاي ستار كيرنال اف تساوي لي بي ستار كيرنال اف، حسب المبرهنه راح يصير عندي الاي انفر ستار بي تنتمي لكيرنال الداله اف. واحنا نعرف اي عنصر ينتمي لكيرنال داله ما، اذا هنا انا عندي الداله اف، اذا اف للاي انفر ستار البي راح تساوي لي اي برايم. احنا نعرف الاي برايم هو العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل، يعني الاف للاي. الاف هو مورفزم معطى بالمبرهنة بنص المبرهنة، إذا راح يتوزع على الاي انفيرس والبي. وهنا الانفيرس نرفع على القوس، ناخذ اف للاي لطرفي هذه المعادلة، راح يصير عندي الاف للاي تساوي الاف للبي. واحنا عرفنا الجي تساوي لي اف للاي، إذا راح اني اجي الاف للاي ارجحها للجي للاي ستار كيرنال اف، والاف للبي تساوي لي جي للبي ستار كيرنال اف. وبالتالي انا اخذت عنصرين بمجال الجي، اي ستار كيرنال اف وبي ستار كيرنال اف، وساويتهم وثبتت الصور لهم بالنسبه للداله جي متساويه. اذا الداله جي هي ويل ديفايند. حتى اثبت الجي هي هوموموربزم، نفس الحاله راح اخذ عنصرين بمجال الجي اللي هو الكوشنت جي على كيرنال اف. اخذت نفس الشيء اي ستار كيرنال اف وبي ستار كيرنال اف، واحاول اوزع الجي على الاول والثاني. إذا أنا هنا عندي G للأي ستار كيرنال F تنسور B ستار كيرنال F، أشتغل داخل القوس راح يصير عندي A ستار B ستار كيرنال F، و G حسب أني ما عرفتها تساوي لي F للأي ستار B. ال F هو مورفزم معطى بالمبرهنة راح يتوزع على الأي والبي، راح يصير عندي F للأي مضروبة في F للبي. وبعد ما الـ F توزع على الـ A والـ B، أرجع الـ F للـ A مثل أني ما معرفه، اللي هو يساوي لي G للـ A star kernel F، و F للـ B يساوي لي G للـ B star kernel F. إذن الـ G هنا توزع على الـ A star kernel F والـ B star kernel F، وبالتالي G راح تكون دالة متجانسة هوموموربزم. حتى أثبت، هسه نجي نثبت الـ G هي دالة اونتو، دالة شاملة. حسب تعريف الدالة الشاملة راح نجي ناخذ الجي للمجال اللي هو الكوشنت جي على كيرنال اف تساوي لي مجموعة كل العناصر اللي هي بالشكل جي اي ستار كيرنال اف، بحيث هذا الاي ستار كيرنال اف بالتأكيد راح ينتمي للمجال جي على كيرنال اف، والاي ينتمي للبسط اللي هو جي. اجي هذا الجي للاي ستار كيرنال اف
حسب أني ما عرفته يساوي لـ F للـ A، لكل A ينتمي للـ G. إذن الـ G للمجال تساوي لمجموعة كل العناصر اللي هي بالشكل F للـ A، ولكل A تنتمي للـ G. هذا هو يمثل لي المجال المقابل الـ G برايم، لأنها عبارة عن مجموعة كل الدوائر. وبالتالي الـ G للمجال تساوي للمجال المقابل بالكامل، وبالتالي الدالة G راح تكون دالة on to. هسه بقى فقط أتأكد من أنه فيما إذا كانت G هي دالة متباينة أم لا، دالة 1 to 1. حتى أثبت ال 1 to 1 بالنسبة للدالة G، مثل ما تعودنا راح نجي ناخذ عنصرين بمجال الدالة G. أخذنا A star kernel F و B star kernel F تنتمي لمجال الدالة G، وجي أخذ الجي إلهم متساوية وأحاول أثبت العناصر متساوية. يعني هنا راح أفرض الصور لهذه العناصر متساوية وأحاول أثبت هذه العناصر متساوية، يعني أحاول أثبت الـ A star kernel F تساوي لـ B star kernel F. زين، راح أجيب هذه المعادلة، جي للـ A star kernel F تساوي لي جي للـ B star kernel F. أنا معرف الجي مسبقا، جي للـ A star kernel F تساوي لي F للـ A، وكذلك الجي للـ B star kernel F تساوي لي F للـ B. هنا أحاول أخذ الـ F للـ B inverse لطرفي هذه المعادلة، راح أصير عندي المعادلة بهذا الشكل. بعد ذلك هذا الـ inverse أدخله للقوس، وأحاول هذا الـ F أسحبه لأنه F هي دالة مورفزم. هسه صار عندي الـ F للـ A star B inverse تساوي لي E prime. احنا نعرف أنه الـ F لأي عنصر إذا أعطاني العنصر المحايد في المجال المقابل، يعني هذا العنصر اللي هو الـ A star B inverse راح ينتمي لكيرنل الدالة مالتي اللي هي الدالة F. إذا الـ A star B inverse تنتمي لكيرنل الدالة F. احنا ماخذين مسبقا مبرهنة نص على أنه الـ A ينتمي للـ H إذا فقط إذا الـ A star H تساوي لـ H. إذا هنا أنا عندي الـ A star B inverse تنتمي لكيرنل الدالة F. حسب المبرهنة راح تصير عندي A star B inverse star kernel F تساوي لكيرنل F. راح أخذ الـ B لطرفي المعادلة، تصبح عندي المعادلة بالشكل A star kernel F تساوي لـ B star kernel F. إذا أنا أخذت صورتين لعنصرين في مجال الدالة G، وحاولت أثبت هذه العناصر متساوية، وبالتالي G راح تكون دالة متباينة. إذا أنا بنص المبرهنة راد أثبت أنه الجي على كيرنل الدالة F هي ايزومورفيك مع الجي برايم. وحتى قلنا نثبت هذا الايزومورفيك، فرضنا دالة جي من الزمرة الأولى إلى الزمرة الثانية. في البداية بينا أنه جي هي well defined، مرتبة ترتيبا حسنا. بعد ذلك ثبتت أنه الجي هي هوموموربزم 1 to 1 و on to، وبالتالي الزمرتين اللي انطاني اياه بالمبرهنه ويريد اثبت التشاكل فيما بينهم اللي هي الزمره جي على كيرنل اف والجي برايم اصبحت زمر متشاكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.